السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن طريقة تركيب SSD زي ما احنا شايفين قدامنا كده من ماركة هيك فيجن أو أي ماركة على كيسة HB705 G1. الكيسة ديت من مميزاتها إنها كارت الشاشة بتاعها الداخلي 2 جيجا، لو أنت زودت لرامات 8 جيجا عشان هي بتشارك الميموري الخاص بالرامات، ففضل انت تركب رامة 8 جيجا لو هتزود كارت الشاشة ليه 2 جيجا. هنبدأ بقى ايه نعرف مع بعض ازاي نركب الـ SSD مع بعض عشان هو يبقى الاساسي ونثبت عليه الويندوز في حالة لو الكيسة فيها اكتر من هارد، زي الهارد اللي هنا، الهارد 500 زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، ده هارد 500 راكب فيه الكيسة. هنبدأ بقى ايه نركب الـ SSD ونخليه هو الهارد الاساسي زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنبدأ بقى ايه ان احنا نقيس السرعه الخاصه بالـ SSD. هنبدا نركب الكابل الخاص بتوصيل الـ SSD زي ما احنا شايفين كده في الساتا 0 زي ما احنا شايفين قدامنا، اللي هو المدخل الاولاني للساتا مكتوب جنبه هنا ساتا 0. هنبدا بقى نركب الكابل زي ما احنا شايفين كده، ده الكابل اللي هيوصل ليه الـ SSD. تمام، طب هركب الـ SSD ده فين؟ في مكانين. هنبدا نرفع الجنب ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، في اكتر من مكان ممكن تركبه هنا، بس للاسف مش عندي المسامير الخاصه بيه، فانا هركبه بقى تحت الايه، تحت الدي في دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. الدي في دي موجود هنا اهو، هركبه تحت الايه، تحت الدي في دي زي ما هنشوف مع بعض. شايفين كده ركبنا الـ SSD مع بعض. طبعا من مزايا الكيسه انها بتدعم الساتا 3 عشان استفاد من سرعه الـ SSD كامله، ممكن يقرا معايا الهارد دوت 400 500 سرعه القراءه والكتابه زي ما احنا شايفين كده. ركبته في الساتا 0 وابدا ان انا بقى ايه اوصل اي هارد، لو ممكن اركب هاردين زي ما احنا شايفين لو الكيسه تقبل، بس انا ما عنديش الا هارد واحد زي ما احنا شايفين كده. هبدا ان انا اركب الهارد ال 500 في الساتا 1 والساتا 2 زي ما احنا شايفين اي مكان من دول، واركب الدي في دي كمان وصلة الدي في دي، هركب واحده ليه الدي في دي والوصله الثانيه ليه الهارد. تمام، بعد كده ابدا ان انا ايه اثبت ويندوز. هنثبت ويندوز 10 مع بعض زي ما احنا شايفين كده، وابدا ان انا اقسم الهارد GPT، وابدا ان انا انزل ويندوز، وابدا ان انا ايه انزل برنامج الكريستال ديسك مارك واقيس ايه سرعه الهارد مع بعض زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد ما اخلص الويندوز هنبدا ننزل برنامج الكريستال ديسك مارك زي ما احنا شايفين كده. بعد ما اثبت البرنامج هبدا ان انا اختار الاس اس دي ما عندي زي ما احنا شايفين كده، اللي هو بيبقى عليه الويندوز اللي هو السي زي ما احنا شايفين قدامنا، وابدا ان انا اضغط على اول، واول اختيار ده طبعا اللي هو الخاص بالقراءه والكتابه. لو عايز تظهر الميكس، لو ما ظهرتش معاك بتقف على البروفايل من هنا وتختار ريال وورلد بيرفورمانس زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده لو ما ظهرتش معاك. بعد كده ببدا ان انا اضغط على اول وانتظر لحد ما يجيب لي سرعه الايه القراءه والكتابه. احنا شايفين قدامنا خلص معايا البرنامج. هنبدا بقى نشوف مع بعض ده سرعه القراءه الخاصه بالهارد 485، سرعه الكتابه 391، وده الميكس 319 زي ما احنا شايفين كده، 70% ريد و30% رايت زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وطبعا النتائج ديت لو ساتا 2 هتلاقي اقل من كده، وانا قيسته قبل كده على ساتا 2 كان جايب 200 250، لكن اكمني الكيسه بتدعم الساتا 3 فقاري معايا القرايه زي ما احنا شايفين كده، يعتبر قرايه برده كويسه بالنسبه للهارد. وبرده ممكن تجيب بقى ايه الهاردات اعلى من كده، او هاردات مثلا زي سامسونج وسان ديسك ممكن تلاقي القرايه مختلفه، بس هتكون حاجات بسيطه زي ما احنا شايفين كده. وبكده عرفنا اسهل وابسط طريقه لقياس كفاءه وسرعه الـ SSD لكيسه HB705 G1 بتدعم ساتا 3. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش يوصل لايك والاشتراك في القناه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.